السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة يا شباب إن شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة قص بليزر نسائي أو بليزر حريمي. أول حاجة الطول بتاعي 70 سنتي، بعد كده هقسم الطول بتاع البليزر ده لتلات أجزاء. الجزء الأول اللي معانا اللي هو سقوط الصدر، تمام، مع بعض كده 25 سنتي. تاني حاجة سقوط الخصر أو الوسط. تالت حاجة سقوط الهنش أو أكبر حجم. باخد برضو الناحية التانية نفس المقاسات اللي اخدتها علشان اشد بالمسطرة كده ما يبقاش فيه خط مايل معايا او اي حاجة. الناس اللي بتتابع الفيديو معايا يعني ان شاء الله يعني في دقايق معدودة هتعرفوا تقصوا بليزر نسائي او بليزر حريمي، وان شاء الله هنخيط مع بعض وهتلاقوا الدنيا تمام كده. انا قسمت الطول بتاع البليزر بتاعي لتلات اجزاء زي ما قلنا. اول حاجة سقوط الصدر، تمام، ثم الخصر، ثم الهنش. عملت الميل بتاع الكتف بتاعي 3 سنتي، دوران اللياقة أو جيرو اللياقة 8 سنتي، في سقوط 2 سنتي، ودوت الظهر بتاعنا. احنا بنرسم دلوقتي كده الظهر يا جماعة، الصدر لسه جاي في السكة إن شاء الله. طبعا أنا بحاول إن أنا أختصر معاكم في كل حاجة بحيث الوقت معاكم ما يبقاش طويل وتزهقوا من الفيديو. تاني حاجة أنا بعمل عندي 20 سنتي كده نفس الميل بتاع الكتف أو نفس عرض الكتف علشان ما يبقاش فيه ميل برضو كده. نزلنا 20 سنتي، 20 سنتي دول اللي هو نص الكتف بتاعنا يا جماعة. نشد خط كده كده، ده الخط ده بتاع الجيرو بتاع الكم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كالمعتاد الواسع بتاعنا هنا حوالي 24 سنتي ونص او 25 سنتي، مش مشكلة، نص سنتي. ناخد بالنا كده هندخل لجوه هنا 2 سنتي، تمام، علشان يدينا التكسيمة بتاعت البليزر، وهنتعامل مع بعض كده في كل حاجة وان شاء الله كل حاجة واضحة ليكم. دخلنا لجوه كده، بننزل لتحت نفس الـ2 سنتي، المسافة دي كده دي هتتلغي، تمام، كده اتلغت على ما فيش كده فوق. بعد كده انا عندي بقى هنا بلاقي البنسة بتاعت الظهر، بعمل 11 سنتي كده وبنزل بالمسطرة خط مستقيم علشان نعمل البنسة بتاعتنا. هنعمل البنسة بتاعتنا 3 سنتي، هنا سنتي ونص وسنتي ونص، بنزل لتحت كده 2 سنتي، ومن هنا برضو 3 سنتي علشان البداية بتاعت البنسة بتاعتي. عندنا هنا نقطة مهمة جدا ننوه عليها، ان بداية البنسة بتاعتنا بتكون مع بداية سقوط الصدر او نهاية سقوط الصدر، عفوا. كده البنسة بتاعتنا خلصناها اللي هي 3 سنتي. الـ3 سنتي دول اللي احنا هناخدهم، طبعا دول هيتفرغوا، هنضطر نعوضهم كده يا جماعة. عندنا الهانش بتاعنا الوسط بتاعنا 20 سنتي، بنزود 3 سنتي اللي هم قيمة البنسة بتاعتنا. عندنا هنا برضو دوران الخصر او اكبر حجم 25 سنتي، ننزل كده بكل سهولة كده. كده احنا عوضنا 3 سنتي بتوعنا، بنطلع من هنا حوالي 2 سنتي ونص كده بالمزورة بتاعتنا، وبناخد الميل ده كده على ما فيش علشان الجاكيت بتاعنا او البليزر بتاعنا ميرميش لتحت من الجناب. كده يعتبر الظهر بتاعنا خلاص خلص. نقص مع بعض على السريع كده، طبعا الوقت بتاعكو انا بحترمه، تمام. كده خلصنا الظهر قص. الصدر بتاعنا بقى او الصدر بتاعنا هنقصه ازاي بكل سهولة كل بساطة على الظهر ده. هناخد الأشاير بتاعتنا على نفس الظهر بتاعنا ده،
كل حاجة هنعلمها، وهنشتغل طبعا وهنبين الفرق اللي ما بين الظهر والصدر. طبعا المسافة اللي قدام دي احنا سايبينها حوالي 10 سنتي، وبالنسبة للعلامات بتاعت الظهر بتاعنا بناخد علامات الصدر عليها بالظبط كده. عندنا سقوط الصدر والخصر والهنش اللي اكبر حجمه، وطبعا فوق سقوط الجيرو بتاع الكم. وطبعا زي ما قلنا طبعا الكتف بتاعنا برضو نفس المقاس 20 سنتي، وهنا 20. وهننزل بالمسطرة بتاعتنا، وتعالوا بقى من اول هنا كده يبتدي الفرق بين الصدر والظهر. يعني هنلاقي برضو حاجات كده، نأكد الكلام بتاعنا، نحدد العرض بتاعنا بقى هنا كده اهو نقطة كده، وهنمشي بالمسطرة عليها خلاص. الجيرو بتاعنا بس لحد هنا، وطبعا في تعديل في الجيرو زي ما احنا متعودين ومتعلمين، بنقسم المنطقة دي وبندخل لجوه من سنتي لسنتي ونص زي ما انتوا عايزين، وعلى حسب التكسيم بتاع الجاكيت او البليزر. برضو هنعمل هنا 11 سنتي وهنا 11 سنتي، ونعمل البنسة بتاعتنا زي ما عملنا في الظهر بالظبط. ثلاثة سنتي. طبعا القناة بتاعتكو دي قناة الناس اللي اول مرة تشوفنا، قناة ابو يوسف الخياط، يعني انا شارح عليها كل حاجة. لو الناس اللي اول مرة تدخل بالصدفة كده تشوف الفيديو ده، حاولوا تاخدوا جولة كده في القناة، هتلاقوا شروحات مميزة جدا لكل شيء رجالي وحريمي. يعني ولما تشتركوا في القناة انا بتمنى ان انتوا يعني تفعلوا الجرس اشعارات على الكل. هنا بقى بنعمل المنطقة دي بنقسمها 2 اللي هو الكتف، علشان نعمل القصة بتاعتنا تطلع لحد الاخر خالص، ونخلي بالنا ما ننزلش على النقطة دي، لا ننزل على النقطة اللي تحت بحيث يبقى الخط ماشي مع بعض كده. يعتبر القصة بتاعتنا عملناها، بنطلع هنا حوالي 2 سنتي ونص، واتنين سنتي ونص دول يا جماعة اللي هم قيمة تركيب زي ما تقول كده، يعني ما بنعمل البندة بتاعتنا ونركبها على بعضها بتاعت الزراير هنا، يعني قيمة تركيب. تمام لحد كده تمام، والدنيا كده تمام ماشيين زي الفل. طبعا بالنسبة للمنطقة اللي فوق هزود 2 سنتي كمان لحد فين، لحد الخاصر هنا. تمام هنا بقى هعمل الجيرو بتاع الياقة، بنزل 8 سنتي تحت كمان لحد المنطقة دي كده بالظبط، علشان دوت صدر، انا برسم صدر كده. طلعنا 2 سنتي. هنا بنزل لحد فين، لحد الخصر كده. وطبعا علشان القلبة بتاعتنا او الكسرة بتاعت لما تقلب لورا دي كده، نقلبها لورا تبقى الدنيا معانا تمام. هننزل لتحت هنا يا جماعه حوالي 0.5 سنتي كمان، بحيث تبقى الدنيا معانا تمام لما نيجي نركب الياقه بتاعتنا ونقلب كده الصدر يبقى مفتوح، تبقى الدنيا معانا تمام كده. الصدر بتاعنا بقى 100 فل و14، يعتبر خلصان زي الفل خلاص كده. الخطوط اللي انا علمت عليها دي كده ملغيه. تعالوا بقى لو عايزين تعملوا جيب برضو في الجنب، سواء الجيب ابو غطا ده، بنعمل نفس المسافه كده حوالي 1.5 سنتي، وننزل نعمل خطوط كده الخط ده بتاع جيب الجنب. جيب الجنب بتاعنا بقى حوالي 13 سنتي، بقسم المسافه دي نصين كده، وبنزل 5.5 سنتي. طبعا انا برسم لكم علشان تبقوا شايفين الشكل ده او متخيلين الشكل ده بعد الخياطه هيبقى عامل ازاي، لكن الكلام ده كله هيتفرغ دلوقتي. احنا هنفرغ البنسات دلوقتي، بنشوف شكل الغطا بعمل لو عايزين غطا مربع ماشي، لو عايزينه مدور من هنا كده بعمل بنفس الطريقه كده دوران حوالي 2 سنتي و2 سنتي، وبدور المنطقه دي كده خلاص بقى كده معايا دوران خلاص. ده لو عايزين دوران خلاص، اكد الحته دي علشان تبقى باينه معاكم والدنيا تمام خلاص كده. وهنا برضو علشان لو عايزينه دوران يبقى الدنيا تمام
كده الصدر بتاعنا خلاص فينش، فنشناه خلاص. يعني وقت قليل جدا وسهل جدا. المفروض الفيديو ده ياخد على الاقل خالص ما يقلش عن نص ساعة. تيجي بقى للكم بتاعنا، نقيس المسافة دي 20 سنتي بتاعت الصدر علشان نشوف عرض الكم بتاعنا. ال20 سنتي اللي انا خدتها هعمل هنا 20 سنتي بالظبط عرض الكم، تمام. بعد كده بنزل 13 سنتي، والكلام ده كله احنا شارحينه يا جماعة في الكورس بتاع تعليم الباترون، كل الحاجات دي شارحينها، تمام. قسمنا ال20 سنتي الاتنين فوق وتحت اهوت، يعني الناس اللي هي حاسة ان الحاجات دي صعب عليها او يعني مش متمكنة فيها، انا عامل كورس كامل على القناة للحاجات دي، تمام، لكل صغيرة وكبيرة في الباترون، من اول الصدر لحد الياقة، صدر ظهر كم الياقة كل حاجة، وباترون الكم القطعتين. طبعا انا هعمل لكم الكم ده قطعة واحدة علشان يبقى سهل عليكم، ولو عايزين كم قطعتين انا شرحه في الدرس اللي قبل ده، عامل الكم القطعتين 3 شروحات اسهل من بعض، 3 طرق اللي الناس كلها بتشتغل بيها. طبعا قبل الفيديو ده مباشرة كده، او هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الكم القطعتين، عادي لو عايزين تعملوا كم قطعتين عادي مفيش مشكلة. طبعا الكم ده سهل جدا، شارحينه قبل كده وشارحين الطريقة. ننزل تحت من هنا حوالي سنتي ونطلع من فوق 2 سنتي، وندور الكم بتاعنا بنفس الشكل كده، بنقيس عرض الكم بتاعنا 16، وهنا من تحت حوالي 12 سنتي، يعني الأسيور 24. خلاص كده الكم بتاعنا يعتبر خلص زي الفل، يعني ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس اشعارات على الكل علشان يوصلكم اشعار بالشروحات الجديدة. كده بنفرغ بقى الصدر بتاعنا بكل سهولة كده زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله كده الشرح بتاع الصدر كامل، والظهر دي الكسرة اللي هنكسر منها الكسرة بتاعت الصدر. طبعا يتبقى لنا شرح الياقة او القولة ان شاء الله باذن الله الدرس القادم، هنعملها على الحشو ونقفل مع بعض الجاكيت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.